معكم الطيف خليفة المعماري من خريجي برنامج صنعاء. طبعا مؤسسة جسور حابين نشكرها شكر كبير لأنهم كانوا مستمرين معانا من قبل سنة من أول ما بدأ برنامج صنعاء لحد الحين هم مستمرين في التواصل معنا وفي تطوير وأعمالنا وكيف نروق لنفسنا. استكمالا لهذا التواصل سووا لنا ورشة عشان ننمي برنامج لينكدين عندنا البروفايل، كيف نروق لنفسنا، كيف نخلي بروفايلنا يعني بروفيشنال. فحابة أشكرهم شكرا جزيلا وشكرا لمقدمة البرنامج أيضا اللي هي زينب. أهلا وسهلا فيكم جميعا، معكم زينب الفزارية. استمتعت جدا في تقديم ورشة بناء هوية مهنية على منصة لينكدين لمخرجات برنامج صنعاء. أشكر مؤسسة جسور على تعاونها الدائم في تطوير مهارات الشباب العماني وتنمية قدراتهم.